لا 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 اشتديكم خوص صيدة جبتونا اليوم. اليوم اريد اشوى هاي. شنو تريد تطبخني وشوي ليش؟ انت من يا قبيلة وشلون جيت لهنا؟ لازم جاسوس انت. شلون جاسوس؟ شنو عم انت شاخط؟ عم انا بودجارد اشتغل بودجارد ويا الزعيم وطلعت افتر وجيت همكم. زين شنو تشويني؟ ما عندكم هايشة؟ ما عندكم بقرة؟ ما عندكم شنو سويت كم علاقة تشويني انا ليش؟ شنو هذا البودجاردين وكيل؟ لو ساحر تفهمني جاي يسولف. اي انا ساحر ترى، بس اقول عليكم هيك اقلبكم قرده. افتحنا وشوفوا شو راح اثبت لكم انه انا ساحر. اي افتحنا وشوفوا. لا يجيبها الشيطان واخر يا معود. بس هذول شلون اقنعهم انه انا ساحر ويفوتون حالي؟ ماكو قماش؟ شنو ما عندكم قماش تلبسون؟ اقول لك هذا جاي يسوي. هذا جاي يشعل النار شوي بعد نشويك اذا طلعت كذاب مو ساحر. اقول لك هسه انتم بيا سنه؟ احنا في عصر الحجري. انا جابني لهنا، جابني لهذا العصر، هاي كلها من الحذاء اللي لبستها. وحوش ذول رحم. اوقف اوقف، انا ساحر 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 ساحر، انا ساحر اسويكم ام طايل. اثبت لنا انت ساحر قبل لا نكتلك. يلا اثبت لنا. راح اسوي لك سحر، اخلي العود يصير نار. انطيني عوده. هذه العوده مالتكم. كلك ريحه. كافي كافي، ثبت لنا انت ساحر. تعال نتحالف انا وياك. يلا تعال نتحالف، تعال. بس تبقون حياتي بامان. تعال يلا تعال. بما انه ثبت لنا انت ساحر، خلنا نتكاتف انا وياك ونروح نقتل ابو زنجر. منو هذا ابو زنجر؟ هذا ابو زنجر اقوى واحد عندنا بالقبيله، يعني ماذينا كلش. ماذيكم هو اقوى واحد بالقبيله، شو تريدنا انا كتله؟ تحكي صديقته؟ ترى والله ايش عليك؟ اذا ما قتلته يعني انت مو ساحر ونقتلك. دقيقة وقف لفكر. انا بحالتين هيك ميت. اللي رحت قاتلت ابو زنجر جوز يقتلني، واللي ما قاتلته جوز يقتلوني. والله ما ادري، يلا انا قابل ودع لي. تعال قاوي. تروح لابو زنجر تقول له اليوم طالبين قتال، خليه يجي فورا. اسرع. اقول لك يا بيهم ذول ابو زنجر. هذا اليوم الطويل
زين هذا يشتري لنا كتله. ايه زين خليك هذا المسافر. لا الا هذا. زين هذاك منك جاي اقول لك الا هذا لان هو هذا عدونه. زين اذا عدوك مو انا احس عند اطفال خطيه. الا هو. تعال قاوي قاوي اريدك تروح تقتل ابو زنجر. وين تعال قاوي شرد. يلا حرك. اقول لك زعيم زين انت ليش ما تروح تقتله؟ انا لا انا اخاف. زين كان ما اخاف يعني. انت بعد الساحر واعرف مني. زراب هذا مو حد. من الذي يقاتلني؟ اشجع رجل بكم خليه يخرج. ابرزوا لنا شجعانكم. يلا روح اتحرك. يلا ابو زنجر منتظرك. يلا ماكو واحد غيري قاتل. روح مو معتمدين عليك. انت شجاع. يلا جثل وطويل. لا لا مالك علاقه بالطول والهاي. انت شجاع. يلا تحرك. الحقني واحد يجي وياي يفزع وياي. السلام عليكم. انتم ما تسولفون بس تضربون. زعيم والله كتلوه. شرد الزعيم وعافي. اروح وياكم لاهلي. زين اصير وياكم عليهم. احكي لك حكايه عاد شنو قضيه بس بس. والله متت منصوران جابني كله من ورا هاي الحذاء اللاستيك هذا. والله شكت. جاي تسوي؟ انا ساحر واقدر اتحول واصير تنين. اراويك شلون اصير تنين واحرقكم. اسكت كذاب. تعال نشوف شلون راح اطلع النار من حلقي واحرقكم. يا ابوي اشرب الزعيم هذا صير تنين راح يحرقنا. عافيه بطل ما توقعتك هيجي. هزمهم عافيه. انت فعلا ساحر وقادر عليها كلها. عمي عافيه غير انا زين ما متيت. هسه انا خلصتكم من عندي اريد اروح ارجع لاهلي. شكرا لك انت ساعدتنا ونقذتنا. وين ما تريد اوديك. يلا مشينا. هي هاي الحذاء اللي جابتني يومكم. يلا باي 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 باي. ايه رجعت. يا ها خاله منصور وين كنت ولك؟ والله يا خاله يوم غايب حتى لو قلت ما راح تصدقين. هاك خاله اشرب هذا اللبن وسولف لي. اي والله كلش تعبان وعطشان رحم الله والديك. بالعافيه بالعافيه. اقول لك خاله مغايب هذا والله طيب. منين جبتي من الجاموسه؟ لا خاله منين لنا جاموسه احنا؟ زين اذا ما عندكم جاموسه جبتوا هذا الحليب من الهايشه؟ لا حتى هايشه ما عندنا. دخيل ربك مغايب هذا الحليب طيب كان منين جبتي؟ خاله عندنا هنا مطيه والده وحلبتها ريت تطير هالمطيه الزغيرونه بس ما ينعز عليك انت شرفته بالعافيه. الله لا يوفقك طلع هذا حليب مال مطي. شوف يلا بالله كسر الطاسه اللي يشرب منها الكلب بيمن الطبع بعد الكلب ماي. يعني هاي يشرب بها ماي الكلب. الله لا يوفقك. الله لا يهمني.